فتيات صغيرات يغادرن أعشاشهن كعصافير مخذولة إلى فصول من المعاناة في مخيمات النزوح بمدينة تعز اليابانية، والتي تحولت إلى بيوت زواجهن المبكر هروبا من رمضاء الحرب إلى نار المسؤولية المبكرة، كما هو حال الطفلة النازحة غدير التي أقدمت على الزواج بسبب الجوع والنزوح. اسمي غدير، من 11 سنة زوجت مع اثنين جوع، تعذبت كثير أول مرة زوجت بسبب الحلف والظروف. وزوجي كيف يعمل؟ يشتغل كذا في شغل، ما في شغل ورقود. شحة المساعدات الإنسانية وانقطاعها مؤخرا عن هذه المخيمات أمر دفع بالكثير من الأسر النازحة إلى تزويج بناتهم في سن مبكر، وقد بدأت القصة بالتحول إلى ظاهرة. زواج القاصرات انتشر بشكل كبير في اليمن، وانتشر إلى المخيمات النازحين الوافدين من مناطق أخرى بسبب الحرب الجائرة في بلادنا. زواج الفتاة في عمر صغير يعرضها بحسب الأطباء لمشكلات صحية ونفسية عدة. زواج القاصرات سبب حالة نفسية بالدرجة الأولى، أصاب المريضة مدى الحياة بحالة نفسية أو حالة الفصام، التوتر، القلق، الاكتئاب، كل هذه الحالات تنقم عن زواج القاصرات إذا لم تتعرض لعملية الانتحار. زواج القاصرات ظاهرة متأصلة في المجتمع اليمني، لكن سعير الحرب التي طالت كافة مناحي الحياة ضاعفت من تفشيها على نطاق واسع، خصوصا في مخيمات النزوح الطويل، الأمر الذي يهدد حياة جيل بأكمله وسط غياب الحلول والمعالجات. معاذ منصر، اليوم، تعز.